نور الدليمي، قصة نجاح. منذ بدأ عمله وزيراً للتخطيط عام 2019 وحتى يومنا هذا، أثبت وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أنه أهل للمسؤولية. تعامل مع الوزارات والقطاعات العاملة في العراق بمساواة قل نظيرها. شهد له الجميع بكفاءته وسرعة الحلول التي يقدمها، بالأخص في حسم المشاريع طويلة الأجل. كانت أغلب هذه المشاريع مركونة على رفوف من سبقه. أثمر عمله شكلاً من أشكال التحولات الاقتصادية وإيقاف الاعتماد على الاقتصاد الريعي. وفي ظل السعي نحو حلول ناجعة وغير تقليدية، يسعى العراق وبالتعاون مع الأصدقاء الدوليين إلى تحقيق نتائج فاعلة في طريق الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع، الذي سيكون للقطاع الخاص فيه دور القائد والموجه. المحافظون لمسوا من الدليمي تعاوناً كبيراً، بالأخص في مجال البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية. بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد من 2014 بعد دخول داعش، لذلك نعمل على تقديم خدمات آنية ترفع مستوى الخدمات، وأيضاً هناك مشاريع استراتيجية مثل القطار المعلق والأنفاق، وهناك الحكومة الإدارية، وهناك مشاريع استراتيجية على مستوى المجاري، وأيضاً هناك مشاريع على مستوى الخدمات البنى التحتية. صب اهتمامه على إنهاء البطالة في العراق من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، كما لم ينس الدليمي أن يجعل القطاع العام ميسراً لعمل القطاع الخاص. في وزارة التخطيط توجد هناك استراتيجية لتطوير القطاع الخاص. هذه استراتيجية مخطط لها من 2013 إلى 2030 بدعم من UNDP، من منظمات دولية. وجدت أن عند استلام الوزارة وجدت أن هذه الاستراتيجية يعني مجمدة، ما أقول متوقف، لكن غير مفعلة. ومنذ استلام الوزارة بدأنا بتفعيل، ولأننا نظرنا إلى أن هناك مشكلة اسمهم العاطلين عن العمل، وأن الدولة والقطاع العام لم يعد لديه إمكانية يستوعب، إذا لابد من منفذ آخر، لابد أن يكون هناك تفعيل للقطاع الخاص لاستيعاب هذا الكم الكبير من الخريجين. لذلك ومنذ استلامنا الشهر الثاني والثالث، أنا استلمت بداية 2019، وبدأنا باجتماعات دورية للقطاع الخاص، وجدت أن الاستراتيجية تقوم على أنه 60% لهذا التشكيل الوطني اللي يقود القطاع الخاص، 60% يكون من القطاع العام و 40% يكون من القطاع الخاص. غيرت كل هذه الاستراتيجية. أولاً يجب أن يكون التشكيل الوطني الذي سيقود القطاع الخاص كله من القطاع الخاص، والقطاع العام ميسر. اليوم والكاظمي على أبواب تشكيل حكومة جديدة، ينبري 130 نائباً وجميع المحافظين في العراق مطالبين بإعادة تكليف الدليمي. قال فيه رئيس مجلس الشورى الحزب الإسلامي إياد السامرائي: لم يسبق أبداً في تاريخ الوزارات المشكلة بعد 2003 أن حظي وزير بهذا التأييد. حتى الذين يختلفون معه سياسياً اتفقوا على أنه رجل مرحلة نزيه ومثابر. النائب يوسف الكلابي قال في الدليمي كلمة حق: وما يتعلق بأخونا العزيز دكتور نوري، أشهد الله سبحانه وتعالى وهذا الشهر الكريم، أننا ما وطأنا أرض مجلس النواب إلا أن نكون ممثلين لكل أبناء الشعب العراقي من شمال إلى جنوب، ومدافعين عن فقراء، ومدافعين عن ناس، ومدافعين كل من له حق. لذلك حقيقة أنا حبيت أن يكون هناك مبدأ أن يكافئ المجد، يعني الإنسان المجد المجتهد الذي ثبتت عراقيته ووطنيته واجتهاده في عمله. نعم. يجب أن نكافئ، يجب أن ندعم. وكان واحد من هذه الشخصيات على الأقل. نعم. على الأقل باللي نقدر عليه. لذلك حقيقة بدأنا أنا والإخوان بجمع حملة تواقيع للسيد نوري الدليمي، حييه حقيقة ورجل المنصف، وتعدت الأرقام 130 توقيع، ما سلم للسيد رئيس الوزراء المكلف 114 توقيع، ويوم أمس التحقت قائمة أخرى من 15 محافظة، يعني كل محافظات العراق ما عدا الإقليم 15 محافظ بلا تردد. يعني طبعا يعني أنا أكره هذه المسميات، ولكن بالنتيجة دكتور نوري لا من حزبي، لا لا لا, لا ألتقي معه، طبعا أنا ما عندي حزب، ولكن لا ألتقي به بحزب، ولا ألتقي به بطائفة، ولا أعرفه قبل أن يكون وزير. طيب. ولكن عمله
فرض علينا أن يكون لدينا مبدأ قادم للوزارات والحكومات القادمة، أن الوزير الذي يكون نزيه مخلص شريف مجد في عمله راح يجي أصداء مباشرة، مو بالآجل. فلذلك اليوم حتى هو الرجل لما اتصل بي وببعض الإخوان قال والله لا يهمني أن أبقى، أنا هذا تقييمكم واللي سويتوه إلي هذا أنا أعتبره بحد ذاته شهادة أفتخر بها، أنه نصف أعضاء مجلس النواب كل محافظين العراق يقفون خلفه. حين تصبح النزاهة والمثابرة والاجتهاد عنوانا لمسؤول حكومي، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي مطلب عراقي سياسي وشعبي.